السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا، وتعالى على طول نبدأ قبل موضوع ما الفيديو. نتكلم على المكونات بتاعتنا، هنقول إيه الحاجات اللي تخلي الحمام ما يبيضش. الحمام ممكن ما يبيضش عندك لو عنده ديدان. الحمام لو عنده ديدان هو مش هيبيض، لكن لو استخدمت أدوية الديدان، أنا بقول لك برضه أهو، لازم ما تستخدمش أدوية الديدان كل شهر زي ما في بعض الناس عاملين جدول وقائي كل شهر. لا، جدول وقائي كل شهر، أدوية الديدان بتأثر على ريش الزغاليل، فتستخدمها كل 3 شهور أو 4 شهور، خلاص. وطبعا بتتكرر بعد 14 يوم الجرعة بتعطيها، وترجع تكررها بعد 14 يوم أدوية الديدان. وإيه كمان تاني اللي بيمنع الحمام إن هو يبيض؟ لو في عنده سلمونيلا الحمام مش هيبيض. ايه كمان؟ لو في اي انواع من انواع الاسهال يبقى الحمام مش هيبيض. ايوه، بس مش بال3 شهور و4 شهور، فتره المرض بس الحمام بيقطع فيها البيض. طيب ايه بقى المكونات بتاعتنا؟ شوف بقى يا سيدي، طبعا هنقول الكلفه المتوازنه، الكلفه المتوازنه ومكوناتها. العنصر الاساسي فيها اللي هو دورة الحمام، 5 كيلو دورة حمام. الشيء الثاني، المكون الثاني فيها، طبعا هتقول لي ما انا باكل وبعمل مش عارف عيش وبحط علف وبحط مش عارف غله. لا، ما ينفعش العيش والغله والعلف، لازم تستخدم الكلفه اللي احنا هنقول عليها دي بالمقادير دي. لو عايز تحط عيش او تحط علف يبقى بنسب بسيطه جدا، او هتاكل غله ما يبقاش كلها غله، يبقى الحمام مش هيبيض لو انت بتاكل صنف واحد. ممكن يكون ده السبب اللي يخلي الحمام عندك يقطع بيض. اللي سالني وقلت له على اللي انا بعمله ده، الحمام عنده بيض باذن الله. طيب يبقى 5 كيلو دور حمام، 2.5 غلة، 2.5 دور اصفر، 2.5 دول الغلة و2.5 دور اصفر علشان برضو توفر معاك شوية. ايه كمان؟ 1.5 كيلو فول، فول حمام، وكيلو ونص بسلة. البسلة الخضرة دي ما تجيبش اللي هي النوع الاصفر، النوع الاخضر ده اللي هي جافة برضو بس هي لونها اخضر كده. ده اللي احنا بنعمله للحمام. هتحب نحط عليهم ايه بقى الاضافة؟ طبعا طول السنة ده ما تمنعوش ابدا، ثنائي فوسفات الصوديوم، معلقة كبيرة، معلقة اكل كبيرة على 5 كيلو من الكلفة بتاعتنا، تمام. دي الحاجات اللي ما بنبطلهاش طول السنة، طبعا لأكل ولا ثنائي فوسفات الصوديوم، زائد اللي هو التحدي. التحدي اللي هو البلدي ده بيتباع تقريبا الكيلو ب2 جنيه عند اللي بيبيعوا من الكلفة بتاعت الحمام. اهم شيء فيه، العنصر الاساسي فيه، اللي هو محار البحر او القواقع اللي هي المطحونة، او الصدف اللي هو المطحون ده، سميه زي ما تسميه. اهم حاجة اللي هو فيه محار البحر ده، ده اللي هو التحديق ده. ليه بقى؟ لان ده اللي بيكون الكلسم اللي بيحتاجه الحمام علشان البيض. طيب ايه كمان تاني بعمله؟ اللي بعمله جروفيت بلس 3 ايام في الشهر، سنتي 1 سنتي على لتر المية لمدة 3 ايام في الشهر، زائد سيلينيوم. اشتري سيلينيوم ازازة صغيرة زي كده، فيها مثلا 40 سنتي ب20 جنيه، سيلينيوم ايطالي او سيلينيوم هولندي، مش شرط يكون لون اصفر كده، ممكن يكون ابيض، تمام. والجروفيت بلس ممكن كمان تشتريه عبوة صغيرة برضو، السنتي تقريبا ب0.5 جنيه او يزيد شوية صغيرة، مش مشكلة يعني. لو انت، لان العبوة الكبيرة دي ب350 جنيه، لا قبل الزيادة، لكن هي دلوقتي طبعا اكيد فادها زادت مع الزيادات. دي الحاجات اللي هي اللي احنا ماشيين عليها على طول. طب لو الحمام قاطع زي ما بيقولوا بقاله سنه، زي ما انت قلت الحمام بقاله سنه قاطع، الحمامه مليسه او الحمامه مدهننه. طيب انت قلت لنا الحاجات اللي انت ماشي عليها طول السنه، ما قلتلناش برضو ايه لو الحمام قاطع بقاله سنه والحمام قاطع بقاله 6 شهور او 7 شهور او 3 شهور، ايا كان. الحمامة المليسة، الحمامة اللي مش بتبيض خالص، الحمامة اللي قطع بيض وفقدنا فيها الأمل، إيه اللي يخليها ترجع تشتغل تاني؟ هقول لسيادتك على حاجة أنا جربتها وكنا بنعملها زمان زي ما قلنا في فيديو سابق مع البط والوز. أهي هنحط شوية منها كده، ده اسمه رز الشعير. يا رب يكون واضح كده. رز الشعير مش الشعير يا جماعة، الرز الشعير غير الشعير. الرز الشعير ده اللي هو الرز الابيض المصري اللي احنا بناكله، اللي احنا بنطبخه، بس قبل التقشير، قبل ما يروح المكنه اللي هي بتشيل القشره من عليه، هو بيطلع من الارض الزراعيه بالشكل ده. الكيلو فيه تقريبا 5 جنيه، 5.5، 6 جنيه على حسب البائع يعني، وعلى حسب جودته.
طيب ايه الفايده من رز الشعير؟ رز الشعير ده كانوا بيستخدموه للبط، انا قلت في فيديو قبل كده ان هو بيدوب الدهون او بينشف البط قبل الذبح، طبعا كانوا بيسمنوه بزياده فبيكون فيه دهون كتير، الدهون دي هي اللي ممكن تمنع البيض عند النتايه. القشره اللي هي قشره الرز اللي بيسموها الرجيع، لما بتتقشر من الرز ده بتتباع القشره لوحدها، فكانوا ياخدوها يحطوها للبط في قبل الذبح مثلا باسبوع ب10 ايام كانت بتنشف البط. فاحنا بنستخدمها مع الحمام اللي مش بيبيض برضه تنشف منه الدهون او تحرق الدهون. المكون ده يا جماعه بيحرق الدهون اللي في النتايه، النتايه المليسه، النتايه المدهننه، ده اللي هيخلي النتايه تبيض عندك لو النتايه قطع بيض بقالها سنه. مكون ده الرز الشعير هيخلي النتايه تبيض عندك لو حتى كانت قطع بيض بقالها سنه. تمام، هيحرق الدهون وهيرجع النتايه تبيض من تاني، ده حاجه كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. طيب هنعطيه للحمام اللي معاه زغليل؟ لا طبعا، لو حمام معاه زغليل صغيره ما تعطلوش، زغليل صغيره زغليل اللبه ما تعطهوش، زغليل كبيره اعطيها ما فيش مشكله حصلتها تتحمل، انما الزغليل الصغيره هقول لك ما تعطيهوش ليه؟ لان في شوكه، هم كانوا يقولوا لنا كده زمان ما تعطيش للحمام اللي معاه زغليل صغيره، الشوكة المدببة ممكن تشك الحصلة من جوه وتموت الزغلول الصغير، ده كان ده من عيوبه، انما انت اعطيه للحمام اللي هو مفيش معاه زغليل، صدقني الحمام بتاعك هيبيض من اول وجديد، يرجع احسن مكان من الاول وما عادش هيبطل بيض طول السنة. ادوية الديدان كل 3 شهور وبتتكرر من 10 ل 14 يوم، لازم تكررها على حسب الجرعات بتاعتها، هسيب لك الفيديو بتاعها في وصف الفيديو ادوية الديدان. يبقى ادوية الديدان زائد السالمونيلا ده اهم حاجتين بيمنعوا من الحمام يبيض، اتاكد من دول وبعد كده تعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الكلفه وعليها ثنائي فوسفات الصوديوم، ولو الحمام مش بيبيض هتحط عليها رز. الكلفه لازم تعملها دي طول السنه، اما الرز ده وقت بس لغايه ما الحمام يشتغل وترجع تمنعه تاني. وقلنا مكونات الكلفه، التحديق دايما باستمرار طول السنه وكل يوم زيه زي الاكل، بيتحط مع الاكل، تحط في طاجن تاني كده تحط فيه التحديق الحمام ياخد منه، الجروفيت بلس والسيلينيوم المستورد طبعا، دي الحاجات اللي هي بنعملها مع الحمام كده. الحمام هيبيض عندك طول السنة اهو، المنظر ده شايف المنظر ده، دي الحاجات اللي انت هتمشي عليها طول السنة، ما عدا الرز الشعير اللي هو هتستخدمه وقت بس للحمام اللي هو قطع بيض واللي قطع بيض بقاله مدة طويلة، أما الحاجات التانية هتخلي الحمام عندك يبيض لو الحمام اللي هو بيتأخر في البيض بس، أما اللي قطع طول السنة استخدم معاه رز الشعير، أنا ما تعطوهوش للحمام اللي معاه زغاليل صغيرة. بكده أكون خلصت موضوع الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.